نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي من لندن، رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجا دكتور طاهر أركان. مساء الخير، أهلا بك دكتور طاهر. اليوم نتحدث عن تقدم ولو بسيط، يعني على الأقل في الدول التي أعلنت بأنها ستستقبل ولن تقف عائقا بتاتا أمام الفارين مثل ماليزيا وتايلند. وسوتشي منذ الأسبوع الماضي نتحدث عن هذه الأزمة، الرئيس الحكومة بميانمار، وتقول بأنه هناك في سوء فهم لما يحدث هناك. إذن لماذا وفق متابعتكم لا يسمح لوسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية بالدخول للوقوف على حصيلة نهائية وتفاصيل ضحايا روهينجا؟ ولا شك أن هذا السؤال مطروح على السيدة أون سان سوتشي، والعالم اليوم عالم وسائل الإعلام وكذلك منظمات حقوقية والمنظمات الإنسانية يعني تناشد بالسماح للدخول إلى هذه المنطقة، وهنالك الأمم المتحدة والدول الكبرى كلها تناشد، ولكن حكومة ميانمار لا تسمح. لماذا؟ لأن هنالك جرائم ارتكب الجيش، جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية، وهذه الجرائم تأخذ وقت لإخفاء الأدلة المثبتة على ذلك، ولذلك حكومة لا تسمح. ولكن في ربما فيما بعد، بعد أيام، بعد يعني إخفاء الأدلة ربما تسمح. ولكن السيدة أون سان سوتشي وهي ترأس اليوم أو تعتبر زعيمة للديمقراطية، زعيمة لحقوق الإنسان، زعيمة في بورما، ولكن هي لا زالت تدافع عن منظومة الجيش ولا تستطيع أن تدافع عن حقوق الإنسان في ميانمار فضلا عن حقوق الروهينجا. والجيش لا زال مستمرا، بالأمس القريب هنالك قرى حرقت، وهنالك أعداد كبيرة في داخل أركان عالقون وهم متجهون إلى بنغلاديش، يعني هنالك أعداد كبيرة مرشحة أن توصل إلى بنغلاديش، مع أن في بنغلاديش الآن أكثر من 300,000 وصلوا، وإن كان الأمم المتحدة تقول أن هنالك 270,000، حتقول الأمم المتحدة غدا أنها وصلت إلى أكثر من 300، فوق أكثر من 300,000. إذا أعداد كبيرة التي تهاجر، كل هذا يدل على يعني حجم الجرائم التي يرتكبها الجيش في داخل ميانمار، وإن كانت لم تظهر في وسائل الإعلام لوجود حصار كامل على هذه الجرائم من دخول كاميرات التوثيق، وإن كانت ظهرت بعض الأشياء من خلال الصور والمقاطع التي يصورها بعض الشباب الناشطين في داخل أركان، وهي قليلة جدا، مما أقل بكثير جدا مما يقع في أرض الواقع. طيب دكتور طاهر، أنتم ما الذي تفعلونه؟ أي صدى مع مطالباتكم؟ مع من تنسقون؟ يعني هناك علامات استفهام وتوقعات طبعا سلبية بأنه المجتمع الدولي ربما لا يولي الاهتمام الكافي لمسلمي الروهينجا بسبب انشغاله بملفات ربما هي التي لا تزال على جداول مجلس الأمن، إن كان مخاوف من كوريا الشمالية، إنهاء وجود داعش بسوريا، إنهاء داعش بالعراق بمحافظات غير الموصل. ولكن مع هذا، هل توصلتم لأي وعود على الأقل؟ طبعا لم نتوصل إلى وعود، ولكن تواصلنا مستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع الأمم المتحدة من خلال مكتبنا لاتحاد روهينجا أركان في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة الدكتور وقار الدين، هو مدير العام اتحاد روهينجا أركان. فإذا تواصلات موجودة، وكذلك القضية وصلت إلى جميع المسؤولين في العالم وعليهم مسؤولية، يعني هم يعني لتوجيه رسالة قوية لحكومة ميانمار لتوقف عن جرائم، مواصلة الجرائم التي يرتكبها كل ساعة وكل دقيقة. فإذا ليس هنالك من يعتبر جاهلا بما يجري في داخل أركان، كما ذكرتم أنتم في المقدمة أن كندا والولايات المتحدة والأمم المتحدة كلهم دعوا حكومة ميانمار للتوقف عن الجرائم، والأمم المتحدة كذلك
هنا لابد القوة الكبرى تركز على شيء واحد الذي سبب المشكلة، وهو أن حكومة ميانمار منذ القديم، منذ استقلال بورما، لا زالت يعني تصر على عدم اعتراف بالروهينجا وعلى إلغاء مواطنة الروهينجا. هنالك شيئين: عدم الاعتراف بعرقية الروهينجا باسم عرقية الروهينجا، يعني تسجيلها في دستور البلاد، وهنالك إلغاء المواطنة كانت قائمة وثابتة نعم في دستور البلاد ثم تم إلغاؤها عام 1982. الدول الكبرى مطالبة، والأمم المتحدة وكذلك العالم الإسلامي بقواها السياسية مطالبة بعمل ضغط قوي، تحرك دبلوماسي قوي على حكومة ميانمار لأجل الوصول إلى حل شامل لأقلية الروهينجا. الروهينجا قد لا يحتاجون دائما إلى مساعدات إنسانية التي اليوم بحاجة ملحة في بنغلاديش وفي داخل أركان، ولكنهم بحاجة إلى وقفة دبلوماسية جادة إلى حل مشكلتهم جذريا. صحيح. أركان مليئة بالخيرات، وهم لم يحتاجوا فيما سبق إلى مساعدات إنسانية، ولكن الآن بحاجة. ولذلك أنا أقول الدول الغنية نعم. لابد أن تفتح القنوات الرسمية لجمع التبرعات لإنقاذ هؤلاء الناس في داخل بنغلاديش. وصل أكثر من 300 ألف، وهنالك أكثر من نعم. 200 ألف ربما يتوجهون خلال أيام قليلة إلى بنغلاديش. يصير العدد الفارين أكثر من 500 ألف. نعم دكتور هذا طاهر، خارج عن قدرة بنغلاديش وخارج عن بعض الدول والمنظمات الإنسانية. أنا أشكرك جزيلا من لندن، رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجا دكتور طاهر أركاني.